وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا الآن من موسكو مراسلتنا ريج محمد. ريج أهلا بك. بداية نتابع معك لربما ردود الأفعال على تصريحات السفير الروسي في واشنطن من جهة، ومن جهة أخرى ماذا بعد الاستفتاءات الآن في المناطق الأربعة، ما هي الخطوة المقبلة في إطار ضم هذه المناطق إلى روسيا؟ داليا، فيما يتعلق بتصريحات السفير الروسي لدى واشنطن، طبعا هذه التصريحات تنسجم بشكل كلي تماما مع ما يقولونه هنا في الفترة الأخيرة في موسكو، خصوصا فيما يتعلق بإمدادات الأسلحة الغربية التي تستمر الولايات المتحدة الأمريكية على ما يبدو بإغداقها على الجانب الأوكراني، رغم كل التحذيرات الروسية ورغم التلويح الروسي الأخير في معرض الرد كما يقول المتابعون هنا في موسكو، طبعا ليس في إطار المبادرة الروسية وإنما في إطار الرد على تهديدات مماثلة تشهدها روسيا من الطرف الغربي، أيضا التلويح باستخدام سلاح تكتيكي في حال إذا ما تعرضت مصالح روسيا وحدودها وسيادتها وأمن حلفائها أيضا لخطر وجودي وفقا لما تنص عليه العقيدة النووية الروسية. طبعا هذه التصريحات وآخرها كان يتعلق بحديث المسؤولين في واشنطن فيما يتعلق باستمرار الدعم المالي الخاص بإمدادات الأسلحة لأوكرانيا، بما في ذلك استخدامها بما يخول استخدامها من قبل الأوكرانيين على الأراضي التي ستنضم ربما إلى قوام الاتحاد الروسي كنتيجة للاستفتاءات التي أجريت هناك وانتهت يوم أمس، وتم إحصاء الأصوات وأظهرت نتيجة هذه الاستفتاءات وفقا لهذه الإحصاءات أن غالبية من صوتوا في دانيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجي بالنسبة للمنطقتين الأخيرتين المناطق التي تسيطر عليها روسيا طبعا صوتوا لصالح الانضمام. في معرض التطورات انطلق ممثلا لوغانسك ودانيتسك بوشيلين وباسيتشنيك إلى موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية في مقاطعتي لوغانسك ودانيتسك وفقا لما نقلته عنها أيضا مصادر إعلامية روسية. طبعا هما يحملان إلى الرئيس الروسي طلبا فيما يتعلق بإجراءات ضمهما إلى قوام الاتحاد الروسي. نعم، شكرا لك مراسلتنا ريج محمد كانت معنا من موسكو.